وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة اليوم بتحلى الحياة مشاهدينا، مثل ما ذكرنا بأول حلقة أنه اليوم في كادويات للولاد، فياريت بس اتصلوا فينا نسمع صوتهم للولاد، وياريت هني كمان بيجاوبوا على الأسئلة اللي عم نطرحها لهم. وهديتنا لإلكم ضيوف غير شكل، عائلة ربنا هيك نعم عليها بكذا ناحية. بنستقبل عائلة أعطت كتير للفن اللبناني وبعدها أيضا، ومستقبل طبعا وتحية كتير كبيرة للفنانة نايلة حود، زوجة الفنان الراحل ألا مرعب. أهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياة. وأيضا بدنا نرحب بإلياس مرعب وكمان عصام مرعب، أهلا وسهلا فيكم معنا بتحلى الحياة. الله يخلي لك إياهم أول شيء. اسم الله هن ثلاث شباب، ولكن اليوم معنا إلياس وعصام. امبارحة صادف عيد ميلاد الراحل الكبير ألا مرعب، لو بعده كان معنا اليوم كان تقريبا عمره 69 سنة إذا مش غلطانة. 69 سنة. لو بعده اليوم عايش، شو كان قال عن عصام والياس ورافائيل؟ أكيد كان كتير مبسوط وفخور فيهم، لأنه بالنتيجة طالعين ولاد بيون، اللي شوي فيهم أنا بس طالعين كتير ولاد بيون، وبفتكر أنه كل واحد منهم لقى طريقه وعم ينجح فيه الحمد لله. نعم. شو ياس، هاي هاي، كيفك؟ شو أخبارك؟ كتر خير الله. شو رأيك؟ شو كان قال لك لو بعده عايش الفنان الراحل الكبير؟ لا، مع أنه هو كان ضد نفوت ناخد طريق فني، جرب يبعدنا عن شيء، بس بتصور كان فخور كتير هلأ باللي عم نعمله وبالأتشيفمنتس عم نوصل لهم هلأ. وعصام كمان؟ أكيد أكيد، بس من عصام مش من رجع. أكيد رجع. لا أكيد. بفتكر أمك مش راضي عن رجع. أنا مش طايقته. أكيد سبق واستضفتوني بتحلى الحياة، وهذا قل الشرف للمرة الثانية يكون معكم. يا أهلا وسهلا. وقتها سألتيني وقلتي لي إذا فخور فيك، تذكري وقت حطيته هيك شورت موفي عنه، وقلت لك إنه كمان هو بحياته ما حمصني، مثل ما قال خي الياس، بحياته ما حمصنا نفوت بعالم الفن لأنه ما هو حق نهائي. يعني من شو نبحكم أكثر شيء؟ من أنه ما بيطعمي خبز وما هو حق، لأنه الفن بلبنان كتير underrated. ما بقوله يعني الفن كتير حلو، الفن اللبناني رائع يعني عن جد رائع، بس المشكلة ما حدا بيعطي حقه، ما حدا بيعطي حقه، بيفضلوا بس يطلع مصاري من هالنتيجة اللي عم بيعطوها اللي فيها تكون شو ما كان. يعني بتعرفوا عن شو عم بحكي. أكيد إسام، نحن مرة عن مرة عم نشوف قدي كل ما تكون متورط بالفن، كل ما نشوف قدي متورط بحبك للفن. مزبوط. بدأت تحكي عنه منحس بعشق لإله. مزبوط. بدنا نذكر أنه أنت درست بزنس وعم تشتغل بمجال تاني. الياس اشتغلت ساوند، تخصصت ساوند انجينيرينج، وهلا عم تشتغل بالبرودكشن ودي جي وساوند ديزاينر. يعني هون كيف قدرتوا خلطتوا بين اختصاصكم وبين عشقكم وجوكم الفني الراقي والرائع؟ كيف قدرتوا ووظفتوا هالإمكانيات اللي عندكم فيها؟ وهون كمان بدنا نقول وقت بيكون الأهل معارضين قد بيكون في صعوبة مضافة، لأنه بنعرف وذكرنا ما كانوا معارضين حياتهم، ما كانوا معارضين، خايفين عليكم. ايه أكيد نحن جربنا ما نوجههم على الفن، يعني نبعدهم عن مش مع، بس لما شفنا أنه هن هيدي طريقهم ما حدا منا عارض. بدي أقطعك شوي بس قال لي كيف كانوا عم بيوجهونا مثلاً ما بدهم ينا نفوت بالفن، بس تعمل معي على حفلة بيك. هذه كانت تصير مرة لو تعمل معي على حفلة بيك. مش كل ما دائل كوز بجرعي معه. هني بلا ما يروحوا على حفلة بيون، ما هني عايشين مع بيون، عايشين كل هيدا. بس احنا بالبيت ما كنا نخلي أجواء شغلنا تبين تضغيطها حتى ما يعشقوه. هي أكتر انفليونس يعني. في تأثير جو عائلة. بي والأم، وفي خالنا روميو لحود. وفي جان. كل عائلة من كل الميلات. نسمع موسيقى من نحن وصغار، كل أنواع الموسيقى، من عربي لكلاسيك لجاز وبلوز وكل شيء. سو كتير معلقين بال متشربين الفن من كل النواحي من الجهتين. وكانت عم تقول الماما انه كلكم مشايبينها، بس انت اكثر واحد شيبها. يعني بشو يعني ايه؟ يعني ايه بشو كنت مجننة ليس، وبشو بتعترف انك جننتها؟ كنت انفو غبال يعني. انا كنت اعمل كارير فوتبول،
وبي خاف انه ما انجح ما انجح الفوتبول وانه ما تدرس ما تدرس وعملت مثل رياكشن ردة فعل على ريفوليسيون شو عملت لا عملت رياكشن خلص هو ريفوليسيونير بعمل شو بدي انه بعمل شو ما بدي عذب اهلي ما برجع على البيت ما بتسمع الكلمه ما بتعمل الكلمة براسك كل شيء بيقولوا ما تعملوا ما نعمل العكس لا حديث ما كبرنا ورقنا بس مع اني بس توفى بيا كان عمرك 25 سنة كان عمري 25 سنة هل قد تأثرت وفاته عليك يعني عملت ردة فعل عكسية عليك وفاته أثر كان كتير كبير لأنه أول شيء ما كنت عم بقبل النكران شوف يعني الإنسان اللي هو الإكزامبل تبعي وبشوف حالي فيه هل قد عم بيتعذب عم بينهار نعم عم بيصير ضعيف ما بيقدر بقى يمشي وبدأ نساعده وهيك سو هربت من هالجبل يلي عملت رياكشن ايه جبل كان وعملت رياكشن كونت رياكشن ليش شو تعلمت منه؟ كل شيء كل يعني هلا شو بتتذكر مثلا بس تشوفه بس كلمة تسمعها شو 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 بتذكرك؟ أول شيء علمني كيف الريسبي الاحترام الاحترام وعلمني انه هو بحياته ما كبرت براسه تواضع ايه تواضع ضلوا اجراءات متواضعين قلنا يا ويلك من كلمة انا انت بتقولها كتير شو هي؟ لا انا؟ بسكريبت بس رجا بالسيناريو رجا مش رجا ما خصنا ما خص كان عمرك 22 انا عصام مرعب مش رجا مبارك ما انا معروف ما في شك وعمره 25 سنة هداك الجلجو احنا صرنا هلا ناضجين وراشدين كان عمرك 22 سنة عصام لما توفى الوالد كمان شو بتتذكر اكثر شيء كان يقول لك غير نفس الشيء نفس الشيء اكيد اللي قاله الياس وبتذكر انه كان في شغلة عن بي هيك ما بعرف بعرف انه معقول تكون موجودة عن كذا شخص بالعالم ما انه شيء بس انه كان في شيء ما شفته عند غير اهل يعني مثلا اغلط انا عامل غلطة كبيرة وعم اغلاطي يكونوا كبار يعني عامل قصص زعرانات نقول نحن وصغار يعني نرجع نقول بواضح ومنعرف وعندنا فكرة لا ما بنقولها لا نحكي عن عصام يعني عامل قصص هيك اكيد كل بي بحب ابنه وبحبه بس طريقه المسامحه كيف كان يسامحني ويحسسني انه غلط كتير اللي عملته ما ارجع عيده عن جد ما ارجع عيده هاي الطريقه علمني اياها ما بعرف كيف من حالك خجلني من حالي قبل ما اكون بي رح خاف مني لا خاف من حالك قبل يعني بدل ما بدل ما تعمل شيء غلط بدل ما تقاسسك ايه يفسر لك بطريقه انه هذا كيف يكون وجهه ملامح وجهه صوته نبره صوته كانه اصحاب فرند بيست فرند كانه اصحاب يعني انا مش هيك كمان كانت كثير صعبه لانه وقت رجعت من كندا ومن فرنسا كنت لانه ادرس برا تقرب كثير منه صرنا اصحاب يعني وقتها بدي احكي بقصص مهمه احكي معه فمش هيك كانت صعبه كثير وفاته وفي شغله كمان ما بنسيها قلنا اياها انه ان شاء الله شي نهار بتلاقوا مرا مثل امكم حلو مدام لحوز هيدي مش زقفة هيدي تحية لك قوام قدي كانت صعبة لك تربية ثلاث شباب أيضا من بعد رحيله كانت كتير صعبة بس اللي خليهم نحي اللي كانوا موجودين يعني هذا اللي ساعدني اني اقدر اتخطى رحيله لانه انا حياتي معه من انا عمري 14 سنة يعني عمر كله بقى كان كتير صعبة انه فجأة هالشي اللي كان كل شيء بالنسبة لي اختفى من حياتي لو موجودهم ثلاثتهم ما كنت قدر تتخطيت بهال ما بقدر أقول بهالسهولة لأنه ما كانت سهلة بس ما كنت قدر تتخطيت رحيله الله يرحمه الله عم نشوف بعض الصور كمان للعائلة وللكل هلأ مجموعين أكيد ناي قدي بتأمني أنه الوالد قبل ما رحل وصاكم أنكم تتزوجوا أو ترتبطوا بشخصية أو بسيدة تشبه امكن قد ايه بتآمني انه الولد فعلا قد ايه يمكن بالشكل تكون بالظاهر بعيده الكنه عنا ولكن الا ما يكون في جوانب مشتركه بتجمعها بينه بعتقد هلا انا بعد ما قدرت اعمل بس قد ايه عندك ايمان اجرب هالشيء او اكسبيرينس لهالشيء ما حدا منهم من غير شر ما بعرف انا برايي ما بتلاقي حدا مثل شو حلو عن جد شو حلو أكبر تكريم لليوم شو زبطة بعد كذا سنة ما عندي شيء زبطة عارف يشتغل هلا يا لازم حضرون
عامل سكريبت ايه هيز برودوسر انه الشاب يجرب يلاقي بالمره اللي بده يحبها شيء بيذكره بامه اي بس كمان لازم تكون هي عندها هال اكيد ايدنتيتي هويتها ايه. وشخصيتها هيك ايه. ما في شك هيك ما في شك بدنا نحكي شوي عن الفن مدام رعب بعدي بتفكري بانشاء معهد بحافظ على التراث اللبناني على هيدا التراث حلمي. هيدا حلمي وين صار على الخط على الخط صرنا باخر الخط بيقولوا اولا تعرف حاله البلد ما بدنا نقعد نحكي بالبلد وما عم بيساعدونا هذا كله حكي انا اصلا ما بحب هلا هي وصيه من الا مرعب وصيه وحلم لقلنا اثنيناتنا يعني حلمنا سوا وهو راح قبل ما يحققه عم بجرب وقول الله يعطينا العمر والقوه والامكانيه اني اقدر احقق الحلم لو وحده بدي احققه ليه وزاره الثقافه ما قادرين يعملوا هذا الشيء حرام يعني بس انه وزاره الثقافه شو بجيتها شو ما عندهم بجي لا بس اذا 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 نحن ارث الارث تبعولنا كاغاني والمكتبه اللي عندنا اياها نحن اللي مفتخر فيها واعطيناها لكل الشرق الاوسط يعني اقل شيء كنا عم نحافظ عليها بس ما بدك تجيبي لوكال ما بدك تجيبي ناس مختصين يقدروا هن يعلموا العالم او يديروا يعني العالم صوب هالاشياء يعني هذول كلهم بدهم انا كل حياتي كنت فكر بطريقه وبعدني بفكر فيها انه حلوين كتير الفيستيفال نعملهم انترناشنال فيستيفالز نعملهم من بيبلوس لبعلبك لبيت الدين عن جد حلوين كتير وفي منهم كتير تراثية إذا بدي كبعلبك يعني مش عم بحكي كالمضمون بس بعلبك فيستيفال قديم كتير وبيت الدين كمان وبيبلوس كمان نعم. بس إنه قصدي أقوله إنه الوزارات يعني عن جد بدل ما هالقد يدعموا هالفيستيفال انترناشنالي بلشوا يدعموا اللوكل قبل تهلوكل يصير انترناشونال مضبوط اللي عم تحكي ايه بس يخلدوا تراثنا لأنه فننا حلو ورائع جدا فننا يعني عم نشوف انتو كمان شوي شباب انجلش وفرنش ولكن الهوارة اكيد بدمكن اكيد بس تسمعوا الهوارة شو بتحسوا اذا حدا تاني عم بغنيها غير ألم رعب اذا حدا غير عم بغنيها ما بعطي رأيي يعني اوكي وفي حدا غنى هوايدة لك مش من زمان ما بتعطي رأيك وكأنه ما عم بتحس فيها ليه؟ انا عم حسك انه كأنك ما بتحس فيها لا ما بحس فيها ما بعرف ليه لانه خلقت انا في هالصوت عم بغني الهوارة وهالصوت عم بغني الهوايدة لك وهالصوت عم بغني هيقال وسكابا وهالأغاني التراثية سيما انا ربيت على هالصوت وقت اسمع مثل كأنه عم بقليك حدا عم بغني What a Wonderful World مش لويس أمسترونغ ما رح تسمعيها بنفس بلا بحت صوته بلا شيء نفس الشيء لا حضور ولا ألم رعب ما في شك يس نفس الشيء بتسمعيها مثلا بتسمعي سيارة حتى مثلا هوارة بيكون هو بيع يعني هون ايه بتنبسط شوي انه في ناس بيتسمعوا وفي اوقات ناس مثلا بيعرفوا مين بكون بيجوا لعندي سيدي بيك ما بيظهر من السيارة وعند امي وعند بيي يعني وهيك دونك هدول قصص يعني بعد اخر شغلة بس تمام طويل اللي عم يعني بقوله الياس مزبوط وانا كتير منبسط وقتها شوف حدا عم يجي يقول لي بكل فخر انه انا معي سداء ألم رعب هو مش لانه فخور بيسمع ألم رعب وانا ابنه لانه بلبناني لانه كيف بقوله الكيان يعني الفكره من اللي عم بيقوله هو انه انا فخور لبناني عم بسمع هوارة ودلعونة وهيدا لك وهيدا يعني كأنه عم نحكي فيك وريال نحن ريال اكيد ليس بنعرف انه ليس بنعرف انه دي جي سبق وقال لنا انت دي جي وعم بنعرف انه عم تعمل ريمكس لاغنيات للوالد عم بجع اخذ كل اغاني اللي عملهم بي وخالي رومي لحود وعم برجع بشتغلوا على طريقتي كيف يعني في انفلونس يعني الكترونيك ميوزك مع اورينتال شويه جاز شويه فانك هو اتس مالتي كلتشرال ميوزك يعني في تقريبا انفلونس من كل انواع الميوزيك بس اهم شيء هو الانفلونس اورينتال نعم رح نسمع ريمكس انت محضره بس مش للوالد يا ريت هيك بنسمعه وبنحكي عنه بتقلنا كيف صارت القصه اكيد اكيد يلا ركن عم نسمع هلا لانه اكيد صعب هلا هون اشرح لنا ايه هيدا ريميكس لباند الارجنتين نزل على فينيل ايام زمان هلا الفينيل عم بيرجع يصير كثير مهم لانه كل دي جي عم بيرجعوا يلعبوا على فينيل سو هيدي باند كثير مهمه هونيك وطلبوا ريميكس مني اخذت اربع خمس instruments هن مسجلينهم ورجعت انا عملت لهم interpretation interpretation على توزيع جديد لا اول شيء رجعت دقيتهم على طريقتي ونقيت صوت جديد اللي هو sound design
وبعدين توزيع اللي هي production arrangement وفيه إذا بدك الإفيه شوي الفانكي فيه شوي ريجي فيه شوي جاز it's a mix of culture ما في شك من هذا الأمر. والموعد اللي نحنا بناطرينه امتين راح يتم إطلاق يعني صراحة ما في أعطيك موعد لأنه كتير perfectionist ونيئة و رح تاخذ راي امك بس وما فيك تلزمي فنان دائما باخذ راي امي بس قبل ما اخذ راي امي لازم اكون انا مقتنع انه هيدا شيء بسطني ومقتنع ظهره وساعتها بسامورا نعم. عرفنا كمان انه تنرجع لعندك مدام لحود بعدك انت كمان عم بتخلينا وبعدنا متعلقين نحن بالدبكة اللبنانية يعني قديه هذا الشيء نحن كمان لازم نحرص انه يضلوا بتراثنا كثير مهم كثير مهم لانه هيدي جذورنا اللي بينسى اصله ما عنده يعني ما عنده اصل طب ما نحن وين ما تروح باي بلدان من العالم كل مناطق بكل بلد في عندها الاشياء تراديشنال تبعيتها 100% نحن صاروا عم ينسوا اليوم عم بيسموا دبكة اشياء ما لها علاقة بالدبكة بالمرة ولكن رح نشوفها ايضا بمسرحيه كاريكاتير لانه عاملين هيدا دبكه وفي دبكه منهم اللي هي دبكه الغزاله يعني يا بيا بلا اللي انا رجعت يعني حرفيا عملت الدبكه اللي ألام صممها هيدي اهدى لألام لروح ألام هو صممها بال74 ومثل ما هي على الضبط رجعت علمتها للشباب شو حلو يعني مدام مريم انت بتحرصي انه الدبكه تكون موجوده بالرقصات أكيد يعني أنا هذا اختصاصي بالنتيجة مثل ما اللي بيعلم تانجو بده يقولك أنا بحرص يكون في تانجو بس نعم. نورمال يعني اختصاصي أنا هو الدبكة وستيل شوي أنا مش اخترعته بس أنا أخذته اسمه أوريانتال ستيليزي يعني إذا بدك هي رأس شرق السالونات مزجتي بين بعضهم إيه في عندك هيك وفي عندك هيك هذا الاختصاصي أنا فيه أحكي فيه وبصر إنه يكون موجود نعم. خصوصاً إذا شيء بيحكي عن وطنية عن لبنان يعني ضروري شك. يكون في أنت نذكر وتنعلم هالجيل الجديد شو هي دبكتنا ما بيعرفوا الجيل الجديد ونخلد هالرقصة التراثية اللبنانية اللي هي من تقليدنا ومن تراثنا عصام أنت مشارك بكاريكاتير نعم خبرنا عن تجربتك هيدي ل حسن حظي مثل ما بيقولوا لتالت مرة على التوالي استاذ وبيكون خالي استاذ كبير رومي لحود عم بيشغلني معه وعم بيعطيني دور بعد اكبر اول دور كان بطريق الشمس كان دور صغير جسر دور اكبر ببنت الجبل وهلا دور بطولة في ثلاث ادوار بطولة واحد منهم انا اخده هو دور مدير البلاط يلي مسؤول عن البلاط الملكي دور بيضحك كتير تجربة رائعة جدا لانه مثل ما عم بتقول إني عم بتقول هلأ إنه الدبكة أنا كتير كتير بحب الدبكة ولهلأ بكل المسرحيات اللي اشتغلت فيهم طريق الشمس أنا لقالي ما كانت كتير بس كانت لقالي أكتر استعراض من مسرحية مع إنه هي مسرحية بس هي استعراض أكتر من مسرحية هلأ مسرحية وفيها هالدبكة وهالرأس وهالأغاني الرائعة اللي هن أصلا أطلقت كتير من الغزالة والسنين الكبار مزبوط هدول الأغاني مخدة معك وكل هول بهالمسرحية من أجمل الأغاني شرف كتير كبير كون بعد أجمل الأغاني يعني ثلاثة من أكبر الفنانين صاروا نجوم وراء هذه المسرحية وقتها كان سينجوف سلوى وتوني حنا وعبدو ياغي يعني هو كانوا أول مرة بيطلعوا على مسرح رح نشوف مشاهد طبعا هلأ كمان من مسرحية كاريكاتير كيف الإقبال عم بيكون عيسان؟ يعني هلأ بعملنا الأفون بريمير بريمير وبتعرفي البريمير عادي أكيد والأفون بريمير كمان فولي بس دايما الليلة اللي بتجي بعدها تهبط شوي لأنه بعدين أعيد هلأ سو ما في شك شوي شوي بس أكيد رح العالم يعرفوا كمان بالديت والتاريخ إيه كمان أكيد كتير لكن وين عم تنعرض المسرحية مش أنت نقول نعم بالمعاملتين يعني دغري من بعد ما فينا نقول ولا امتين من الخميس للسبت ان شاء الله بتكمل السنه الجديده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب اكيد اكيد من الخميس للسبت الساعه 8:30 والاحد الساعه 5 بعد الظهر ان شاء الله بتمتد للاشهر السنه الجديده كلها ان شاء الله رح نشوف مشاهد من المسرحيه ومنتابع يكون الشعب راضي وينسى عهد الماضي هاي اسمي عصام مرعب وهيدي لتالت مرة على التوالي من وقت ما رجع الأستاذ الكبير رومي لحود على مسرح اللبناني بيشغلني معه بيعطيني دور هالمرة بعد أكبر من دور بنت الجبل اللي كان دكتور جوهر عندي دور مدير البلاط يلي بيكون
يكون مسؤول عن القصر وإيده اليمين للملك. هو زلمة كتير ذكي بس بيلعب دور الغبي قدام الملك، بس هو إنسان كتير ذكي وطموحه كتير كبير، وإن شاء الله يعجبكم دور مفروض يكون مقدوم إذا أديته مظبوط. You will judge. زكف يا شباب. شو بتغني؟ وبغني غنيتين اللي هن اجونا من الاول، غنية الافتتاح وبتاني فصل غنية يا ابو السواعد لعبدو ياغي. يعني اجواء مسرحيه كاريكاتير يعني كلنا ناطرين اصلا تنروح نحضرها، للاسف بعد ما طلع لنا انا وعفاف نروح نحضرها. رح نروح، بس رح نروح اكيد. لا ضروري تروح، اكيد بدنا نروح. ولو اكيد لا مش ولو اكيد. سيده نايله حود، اهلا وسهلا فيك معنا، تشرفنا نحن بحضرتك وكثر خير الله انه عندنا اشخاص وسيدات مثلك بلبنان تتحافظ على تراثنا وعلى دقتنا ايضا. والياس وعصام مرعب، اهلا وسهلا فيكم، اتمنى لكم كل التوفيق والله يوفقكم بكل خطوة رح تقوموا فيها بحياتكم. بس بدي طلب صغير قبل ما نختمي، إذا عندكم كارت مثل تبع الأبيسي بتحلى الحياة لألي لألي. بالعكس نحن مبسوطين فيك. لا بياخد كارت بيصير يفوت. حتى قل لك أنت بتهوني بيتك إذا بتفوت وبتطلع قد ما بدك. هذه هي الدراما على الـ LBC آي، بيصيروا نجوم فما بيتركوا أبدا الـ LBC. شفت؟ بس تخبر. باي ذا واي اعمل دعاية هلا بدك تعمل تشيك تحت الهواء. مشاهدينا بريك إعلاني ومن بعده بنتابع.